شاب طموح ومبدع، توفي والده وهو بعمر 16 عام. نشأ وترعرع في مخيم البقعة، عمل على بسطة سجائر وبيع الصحف وفي المطاعم الشعبية أيضا. لم ينجح في الثانوية العامة بسبب عمله في سن صغير، وبعد فترة حصل على شهادة الإعلام بتقدير امتياز والأول على الأردن لعام 2015، وحصل أيضا على شهادة الموارد البشرية والدبلوم التدريبي ودبلوم مهني بمسمى شيف مقبلات عربية، وانتقل من عامل مضخة في محطة وقود إلى مدير محطة الوقود في الشركة الوطنية للمحروقات. طبعا قصة نجاح تحدى جميع الظروف فيها. خلينا نستقبل محمد الغزاوي ليحكي لنا أكثر عن حياته. يسعد صباحك. الله يسعد صباحكم جميعا، شكرا لكم على الاستضافة الطيبة. صباح الخير للمشاهدين وين ما كانوا عم يتابعونا لليوم في هذه الحلقة الجديدة إن شاء الله. أهلا وسهلا فيك ومسعدين بوجودك معنا. لذكرته زميلتي فرح بعدة تخصصات، شهادات إعلام، HR كمان، أين تجد نفسك أكثر؟ شوف، هلأ في قاعدة بنمشي عليها في حياتنا اليومية إنه الأمل ربما يتلاشى لكن لا ينعدم، وبالمقابل من رحم المعاناة يخرج الإنجاز. هلا أكيد في شيء في الحياة مهم وفي شيء أهم. صحيح. بدايتي في الإعلام كانت إنه أنا شخص بكل أمانة إنه بدي أدرس وأشتغل في محطات الوقود حتى أني أكمل زي أي شاب في الدنيا أنه بده يطلع أقساطه الجامعية ويكمل في الجامعة لحتى أنه يتخرج. بعد ما خلصنا الإعلام تفاجأت أنه صار في عندك حب الفضول تكتشف عالم محطات الوقود، فصار عندك فكرة أنه متسع الآبار، كيف آلية تفريغ الآبار، المتسعات، السيفتي، آلية المشتقات النفطية سواء كان يورو 5 أو يورو 6 والمشتقات والكثافة والحرارة. فانتقلت النوعية من الإعلام إلى محطات الوقود. جميل. بما أنه عم نحكي عن الإعلام، في أعمال عملتها تلفزيونية وفنية، أحكي لنا عنهم. أكيد. هلأ الإعلام كان شغفي من عمري 8 سنوات تقريبا. فاشتغلت بعدة أعمال فنية، كان من آخرها هو برنامج سياحة اسمه السياحة في بلدي، كنت أروج أكيد بلدنا الأردن الحبيبة وقت الكورونا. كانت أكيد كل المنشآت والقطاعات كانت مغلقة، ولكن أنا خرجت أنا وأكيد زميلي والأستاذ المخرج جمال التميمي طبعا بوجه له تحية، اشتغلنا على برنامج اسمه السياحة في بلدي، روجنا للإعلام خلال وقت كورونا، نزلنا على وسط البلد وأخذنا مقابلات وأخذنا رشز معين للسياحة. إنه لا زال موجود في عنا الأردن، قائمة بجماليات لا يمكن أحد أنه يستغنى عنها. صحيح، 100%. جميل. اشتغلنا به أكيد طبعا، أنا اشتغلت مع الأستاذ صبا مبارك في مسلسل زين، مع الأستاذ قيس الشيخ نجيب أتذكر بتصوير مسلسل زين. اشتغلت طبعا أكيد يعني بداية الإعلام كانت بصراحة بكل أمانة من خلال الكاميرا الخفية الأردنية. أنا اشتغلت الكاميرا الخفية 6 سنوات متتالية أعمل مقالب في الناس، فنشأت هاي الفكرة بكل أمانة من حبي للكاميرا الخفية. حلو. كانت هاي البداية صراحة. طب بكل أمانة، بما أنك حكيت بكل أمانة، الشعب الأردني بيزبط معه الكاميرا الخفية؟ شوف، أكون صادق معك، طبيعة البيئة اللي أنت بتعمل فيها. يعني أنت تروح على شخص عايف حاله وعليه ديون وعليه أقساط وعليه قروض وتزيد همه، ما بزبط. بدك تروح على مناطق يعني موجود فيها الرفاهية تزيد البسمة على الناس. نعم. أنا بحس بكثير احتمالات والله إذا في كاميرات خفية بحس ممكن تنتهي بجريمة عندنا في الشعب. ضرب إشي يعني في بعض المشاهد اللي صورناها كانت حقيقية 100% طبعا، وأكيد 80% من الكاميرا الخفية لا أحد يزود على إنها حقيقية. هي 100%. طيب بوسط الظروف الصعبة اللي ممكن أي شخص يعيشها، وغالبية الناس تتعرض بفترة من فترات حياتها لظروف صعبة، شو اللي بخليها تكمل اليوم؟ في طموح، في شغف، إيش في شيء دافع يخليني أكمل وأوصل للي بدي إياه؟ هلأ أكيد إذا بدنا ننتظر الشهادة وأنا أنتظر المكتب اللي أنا بطمح له في الوقت الحالي لا يمكن. فبدك تأخذ شيء جانب آخر، بدك يعني تكسب حياة عملية وعلمية في حياتك لأسباب كثيرة. يعني أهمها إذا أنت كنت شخص صاحب مسؤولية ما بزبط أنك تنتظر الشهادة. أنه أنا يا أشخاص بدي أنتظر المكان اللي أنا بدي إياه، هذا حاليا صعب لأسباب. يعني لازم تدور على شيء بديل، والبديل هذا ممكن يكون هو شيء أساسي في حياتك. فإذا بدنا نحكي على موضوع محطات الوقود، في ناس كثيرة معها شهادات، وأنا على استعداد أن نعمل إحصائية نص اللي بيشتغلوا في الإعلام أو بيشتغلوا في محطات الوقود هم عمال محطات وقود. حلو. مهندسين، أطباء، صيادلة، في عملت شهادة، مهندسين كثير. اتصالات، مهندسين ميكانيك. يعني تعالوا أنتوا وانزلوا شوفوا السوق، إنه الآن محطات الوقود بطل ثقافة العيب.
صح. الآن أنا بدي أشتغل، بدي أعيش. نعم نعم فعلا نحن هذا عم بنشوفه حتى بالأونة الأخيرة، عم بنشوف سيدات أيضا عم بيشتغلوا بمحطات، موجود عندنا سيدات في الشركة الوطنية محروقات، في عندنا سيدات سواء كان بالمحطات أو بالأوبريشن أو بالأرشيف أو بالمحاسبة، يعني الأقسام كثيرة، سواء مش بالضرورة أنا أشتغل بنت في محطات الوقود، في عندك أقسام لا يمكن أبدا إنه ما تخلى بدون إناث. طب جميل. كيف هيك تطورت من عامل على المضخة للوقود لا مدير محطة وقود؟ احكي لنا هيك. هلا حب الإيمان وحب الطموح والعزيمة والقوة يعني بتولد عندك الإصرار. هلا يعني من عامل مضخة، طبعا أنا الكارير باث تبعي ما انتقل نقلة نوعية من عامل مضخة لمدير محطة، انتقلنا من خلينا نحكي الكارير باث كان باع طويل، كان في محطة الوقود بال 2013 بلشت وإلى وقتنا الحاضر أنه أنا مدير محطة. طبعا ما بدي أشكر الناس فقط معينة، لكن في ناس كثير كانت معي بدعمي للحياة، فشكرا من القلب للقلب اللي وصلني لهي المرحلة، لأنه في جنود مجهولين خلف الكواليس. فبدأت بعامل محطة وقود، ثم الكارير باث كان لسوبرفايزر، اكتشفنا وتعلمنا كيف آلية التفريغ، السيفتي، الصيانة، المشتقات النفطية، متسعات الأبخرة المتصاعدة، فانتقلنا بعدها لمانجر ستيشن، وحاليا احنا ان شاء الله على رأس عملنا مدراء محطات وقود. ما شاء الله عنك. طيب كيف عم تقدر توازن ما بين، يعني ما شاء الله عنك حدا جدا طموح وبتخيل انك ما رح توقف لهون وعندك اشياء كمان حابب تعملها، وما بين عملك ايضا اللي هو اكيد مجهد ومش اشي بسيط ان الواحد يكون مدير في محطة وقود، بالاضافة لبيتك، يعني هاي هيك خلطة. هلا يعني البيت شيء، وحياتك العملية شيء، وشغلك شيء، ومتابعتك للإدارة شيء ثاني، ولكن يجب أنه تعطي كل إنسان حقه. بيتي شيء وشغلي شيء، وأنه لما بقعد مع أطفالي شيء آخر بكل أمانة. طبعا الله يخلي لكم أطفالكم ويخلي لكم أحبائكم إن شاء الله. أولادي شيء آخر، أنا لما أروح على البيت بنسى الهم، بنسى الضغط، بنسى الله يسلمك. فأطفالي يعني بعطيهم حقوقهم والشغل بعطيه حقه، بس ما بدمج، مش الشغل مشاكل الشغل بنقلها في البيت، هذا شيء هو هذا الصح، او مشاكل البيت انقلها بالشغل، لانه انت بتتعامل مع زبائن، بتعرف شو ردة فعل اللي قدامك سواء كان اناث او زبائن او يعني، فبدك تختلط في المحيط. ليش ذكرت موضوع الاناث تحديدا يعني؟ في مشاكل مع الاناث؟ لا هلا في كيس مرات بيواجهك في بعض المحطات الوقود انه تكون زعلان من من الاسره اللي موجوده فيها، فانا اذا كانت زعلانه ما اقابل النار بالنار. نعم. بدك تمتص غضب الزبون، تعرف كيف الآلية اللي تتواجه فيها. صحيح. طبعا هو قبل شوي كنا مستضيفين اخصائي تغذيه بتحكي لنا عن اضطراب الهرمونات، بجوز يكون في اضطراب هرمونات بهذيك الفتره. طيب نختم معك ب تحصلت على تكريم من سمو الاميره عاليه، سمو الاميره ريم ايضا. نعم. عن ماذا هذا التكريم؟ هلا يعني التكريم هذا لا يمكن ابدا ان ينسى، سواء كان بتكريم من سمو صاحبه السمو الاميره ريم العالية وصاحبه السمو الاميره عاليه بنت الحسين حفظهم الله، وكان بالامانه وطموحي للآن يعني من خلال منبر قناة الإيوان جوردن ممثل بمديرها العام الكابتن محمد الخشمان، بكل أمانة أنه طموحي ألتقي بجلال سيدنا وأتكرم فيه بخلال الكوكبة اللي تكرم منها الشباب. هلأ تكريم ريم العلي كان بفيلم كنت أنا مصوره ومشارك فيه، بفيلم كان بيحكي عن ظاهرة تعاطي المخدرات، أنه بيعمل عملية منع رادع وتقديم رادع للأشخاص، لأنه في كثير ناس دمرت حياتهم في ظاهرة تعاطي المخدرات. فإحنا كنا أشخاص بنعمل على أنه تقديم حلقة أنه توعوية، فيلم مدة ساعة ونص، هو فيلم روائي طويل بيحكي عن أشخاص كيف كانوا وكيف صاروا وبالنهاية رجعوا لأنه المسار الصحيح. فيلم وتكريم الأميرة عالية بنت الحسين كنت أنا مقدم برنامج عن استغلال الأطفال بطريقة لا أخلاقية، فكان هذا الشيء كان حافز إلي ودعم لإلي أنه أنا أكمل بمسيرتي سواء كان بالإعلام أو بأماكن أخرى إن شاء الله. جميل، مالك توفيق. الله يسلمك. إن شاء الله بتوصل لكل ما تطمح إليه ومنسمع عنك أخبار طيبة. بس بدي أضيف شغلة. تفضل. أنا بتمنى كل شخص عنده إرادة وعنده طموح، إحنا مش بنروج لأي شركة. نعم. ولكن ما ينتظر الشهادة، يروح يبحث عن محطات الوقود، يبحث عن الشركات، لأنه إحنا يعني زي ما تفضلت مش شركة ترويج، إحنا الشركة الوطنية للمحروقات تستقطب جميع الأشخاص، جميع فئات العمرية، القائمين عليها أشخاص عندهم روح العمل بروح الفريق المحبة. أكيد بدنا نشكر أكيد مفتش المحطات اللي دائما هو بدعم الشباب اللي عندهم الإرادة، السيد ثارة العمودي، لأنه واحد من الناس اللي وين في شخص عنده إمكانية وعنده طموح وعنده إرادة بيمشي وراه. كل الشكر له وكل الشكر لإلك، كل التوفيق يا رب. شكرا لتواجدك اليوم معنا. الله يسلمكم. أهلا وسهلا. تقرير للزميل مهند الراميني عن الحملة الوطنية للتعريف بمخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، لنشاهد سويا.